بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه مع درس جديد من دروس شرح متن هداية المرتاب للإمام السخاوي في تبيين متشابهات القرآن الكريم، ولازلنا في حرف الألف مع كلمة أبدا، والمقصود فيها التي وردت مع خالدين فيها أبدا، المواضع التي وردت فيها خالدين فيها جاءت معها أبدا. قال رحمه الله: وأبدا من بعد خالدين فيها بإحدى عشرة يقينا، ففي النساء لا تعد الأول، واعدد ثلاثا بعده محصلا، وفي العقود رابع قد وقعا، بها أخيرا نوره قد سطعا، ومثله الأول والآخر في براءة، وهو في الأحزاب قتفي، وثامن في سورة التغابن، وفي الطلاق تاسع الأماكن، وعاشر في الجن والبرية، فيها كمال العدة الوفية. هذه الأبيات قصد فيها الإمام السخاوي رحمه الله تعالى مواضع خالدين فيها، والتي أتت معها كلمة أبدا. والآن مع التفصيل، قال السخاوي رحمه الله في البيتين 47-48: وأبدا من بعد خالدين فيها بإحدى عشرة يقينا، أي أنه وردت خالدين فيها بعدها أبدا 11 مرة في القرآن الكريم. وبعد ذلك انتقل إلى التفصيل. قال رحمه الله: ففي النساء لا تعد الأول، واعدد ثلاثا بعده محصلا. لاحظوا أحبتي في الله أن الموضع الأول من سورة النساء لم تأتي فيه كلمة أبدا، والآية هي قال تعالى: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. لم تأتي أبدا في هذا الموضع، والذي قال رحمه الله: لا تعد الأول، أي الموضع الأول. أما المواضع الثلاثة التي بعدها فوردت فيها كلمة أبدا، وقال: واعدد ثلاثا بعده محصلة، اثنتان مع الجنة وواحدة مع النار. انتبه إلى أن الموضع الأخير منها جاء مع النار، نعوذ بالله من نار جهنم. المواضع هي كما تلاحظون أحبتي في الله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. الموضع الثاني أيضا في الجنة، ولو لاحظتم وانتبهوا إلى أنه قد تطابق: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا. إذن موضعين 57-122، الذين جاء في الجنة الموضع الأخير: إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. إذن الموضع الثالث، الموضع الأخير، جاء مع النار. قال السخاوي رحمه الله: وفي العقود رابع قد وقع، بها أخيرا نوره قد سطع. الموضع الرابع الذي جاء خالدين فيها أبدا، الذي هو مع الجنة في سورة المائدة، العقود، قال في العقود، أي قصد سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهو الموضع الثاني، أي الأخير، الذي قصده السخاوي رحمه الله تعالى، لأن الموضع الأول لم تأتي فيه كلمة أبدا، وهذا الذي قصده: بها أخيرا نوره قد سطع، أي الموضع الثاني والذي قصد فيه الأخير. وكما موضح أمامكم، قال تعالى:
فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لم تأتي أبدا. وهذا هو الموضع الثالث الآية 85. أما الآية 119 قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فانتبهوا لهذا بارك الله فيكم. والذي قصده الأخير الإمام السخاوي رحمه الله تعالى. نكمل. قال السخاوي رحمه الله في البيت 50 ومثله الأول والآخر في براءة وهو في الأحزاب قتفي. براءة أي سورة التوبة. ومثله الأول والآخر في براءة أي سورة التوبة. أي أن الموضع الأول والخامس الذي هو الأخير من سورة التوبة أتت فيه كلمة أبدا، والمواضع الثلاثة بينهما لم تأتي فيه أبدا، وموضعي التوبة كلاهما في الجنة. وتذكرهم لدى عندما يعني ضع هذا في كعلامة أو كرابط، يبشرهم ربهم والسابقون الأولون، هذه جاءت أبدا. يبشرهم ربهم التي هي الآية 21 22، والتوبة لدينا الآية الأخيرة التي هي بارك الله فيكم آية 100. آية 100 آية 100 رقم 100، وسوف أذكركم أيضا فيها أمر معين هذه الآية 100. طيب، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا. انتبهوا لهذا الأمر، يبشرهم ربهم، هذا الأول الذي قصده ومثله الأول والآخر. الثاني والثالث والرابع لم تأتي أبدا كما تلاحظون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هذه مع نار جهنم، نعوذ بالله من نار جهنم. والثالث والرابع وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها إلى آخر الآية. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، كما تلاحظون. الثاني الثالث الرابع لم تأتي أبدا، الأخير الخامس والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها. لما قلت لكم أنه سأذكر لكم شيء عن الموضع الخامس، أنه الموضع الوحيد في القرآن لم تأتي من هنا في هذه الآية، احفظ هذا على قاعدة الضوء والعناية بالآية الوحيدة جنات تجري تحتها الأنهار، بما أنه هذه أيضا جاءت والسابقون الأولون تحتها لم تأتي من، جاءت معها أبدا خالدين فيها أبدا، فلن تنساها بإذن الله. ملاحظة، كل مواضع خالدين فيها في سورة التوبة أتت مع الجنة إلا آية واحدة أتت مع النار، والعياذ بالله، في آية وعد الله المنافقين، وعد الله المنافقين والمنافقات إلى آخر الآية، فانتبه لها. إذن آية واحدة التي جاءت فيها خالدين فيها هي مع النار عندما وعد الله المنافقين والمنافقات، هذه الآية في سورة الأحزاب موضع واحد وهو مع النار. قال تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. هذا موضع الأحزاب والذي هو مع النار. طبعا سوف أقول في الأخير الخلاصة بإذن الله أجمع هذه المواضع، ولكن الآن بتفصيل. قال السخاوي رحمه الله في البيت 51 وثامن في سورة التغابن وفي الطلاق تاسع الأماكن. إذا لدينا التغابن ولدينا الطلاق. الموضع الثامن في سورة التغابن وهو مع الجنة، والموضع التاسع في سورة الطلاق مع الجنة. التغابن والطلاق مع الجنة. في سورة التغابن قال تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وفي الطلاق قال تعالى رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. إذن التغابن والطلاق الآيات مع الجنة بارك الله فيكم. قال السخاوي رحمه الله وعاشر في الجن والبرية فيها كمال العدة الوفية. إذن آخر شيء عندنا في الجن وفي سورة الجن والبرية، المقصود بها
الموضع الحادي عشر سورة البينة، وأحد أسمائها البرية، موضع الجن مع النار وموضع البينة مع الجنة. قال تعالى في سورة الجن: إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. قال تعالى في سورة البينة: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الخلاصة أحبتي في الله، مع الجنة أتت ثمان مرات، وردت خالدين فيها أبدا، مع الجنة ثمان مرات وفي ست سور، النساء مرتين وكما قال الإمام السخاوي أنه ثلاثة، اثنتان مع الجنة وواحدة مع النار. المائدة التوبة مرتين، الأول والأخير كما قال الإمام السخاوي رحمه الله. التغابن الطلاق البينة، ونضبطها على قاعدة الضبط بالشعر. أولا مواضعها مع الجنة، انتبهوا بارك الله فيكم، خالدين فيها أبدا 11 يا أبرار، ثمانية مع الجنة وثلاثة أتت مع النار. تمام؟ للطلاق التي أتت مع الجنة، للطلاق بينة والنساء تابوا مرتين، أقصد للطلاق بينة. الطلاق طبعا تعلمون أنه بائن، بينونة صغرى بينونة كبرى، وسبحان الله قد يعني استقام الأمر. للطلاق بينة والنساء تابوا مرتين، النساء مرتين وردت، التوبة مرتين وردت، والنساء تابوا مرتين، إذا مقصود مرتين في النساء وفي التوبة. لهم مائدة يوم التغابن إن اتقين. إذا هذه مواضع خالدين فيها أبدا مع الجنة، ومع النار ثلاثة أتت في النساء، الموضع الأخير كما أشرت في المقدمة، والأحزاب والجن، وهي نساء الأحزاب والجن أتت معها النار، قبلها في النساء إلا طريق جهنم فلا تحتار. هذه لدى الآية وردت: إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. إن الله لعن الكافرين جاء قبلها في الأحزاب، إلا بلاغا من الله ورسالاته لدى الجن فلا ترتاب. طبعا هذه الآن الذي قرأته عليكم هو من كتاب الحمد لله رب العالمين جديد، هو قاموس جامع لهذه المتشابهات اللفظية، وبطريقة إن شاء الله تكون سهلة وميسرة، والحمد لله رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني هذا العمل وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. كان معكم دريد إبراهيم الموصلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.